نبدأ من المغرب، حيث قرر مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس قرر تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 28 فبراير 2022، وذلك من أجل ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية والرامية إلى احتواء انتشار السلالات المتحورة لفيروس كورونا كوفيد-19. تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم رقم 22245 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد-19، قدمه السيد عبد الوافي الفتيت وزير الداخلية. ويهدف هذا المشروع المستندي على مقتضيات المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 22292 الصادر في 23 مارس 2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الاثنين 31 يناير 2022 ابتداء من الساعة 6 مساء إلى غاية الاثنين 28 فبراير 2022 على الساعة 6 مساء، وذلك من أجل ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية والرامية إلى احتواء انتشار السلالات المتحورة لفيروس كورونا كوفيد-19.